مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. وأخيرا تم النطق بالحكم فيما يخص موضوع باب دارنا. مشاهدينا الكرام، الأحكام اللي صدر السيد الرئيس الآن، وهي الوردي 15 سنة سجن نافذة، موهوب الموثق بطبيعة الحال 12 سنة سجن نافذة، وكذلك عثمان 5 سنوات، البقفاوي اعتقد اللي هو مدير تجاري 8 سنوات سجن نافذة، العمراني 5 سنوات، اشكون اللي هي امينة المال 7 سنوات سجن نافذة، وماتوري اللي هو من دولة افريقية مكلف بالمحاسبة. مشاهدينا الكرام، هذه هي الاحكام اللي صدر السيد الرئيس. ثم فيما يخص المطالب المدنية، اصل الدين يعني المبلغ اللي عطاو الناس النهار الاول، وكذلك التعويض على الدار في ذاك المبلغ. لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، سوف اعيد اللائحه. الوردي 15 سنه، موهوب 12 سنه، عثمان 5 سنوات، البقفاوي 8 سنوات، العمراني 5 سنوات، اشكون 7 سنوات، توري اللي هو افريقي 4 سنوات، والرجوع بطبيعة الأصل ديال الدين يرجع للناس، وكذلك التعويض على الضرر. مشاهدينا الكرام، هذه الأحكام اللي صدر القضاء الجالس فيما يخص موضوع باب دارنا، ويبقى الحق في المرحلة الاستئنافية بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذه القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.